السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من هنا نستأذن ونتحاور ونتعلم، هل هذه المفاهيم يجب أن تصحح، أن أقبل، أن أحترم، أن أبجل؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن هذا الذي حصل منكم وهو المسمى بتقبيل اليد، هذا في الحقيقة دليل على أدبك وأدب كل طالب علم يحترم أستاذه وشيخه. الواقع نحن لا ندعو إليه، هذه حقيقة لابد أن تفهم، نحن ما ندعو إلى تقبيل اليد، لكن نفعله مع مشايخنا، مع أساتذتنا، مع علمائنا الذين تفضلوا علينا بالعلم والتربية، نقبل أيديهم. هم كانوا يدعون إلى ذلك، ولكن ما كانوا يرون ذلك فيه سوء ولا بدعة ولا مخالفة للشريعة، ونحن درجنا على هذا والحمد لله. نحن ما ندعو الناس إلى التقبيل، إلى تقبيل اليد، ولا نعطيهم أيدينا هكذا كما يتصور البعض أننا نجعل أيدينا سبيلا للتقبيل كما يصور ذلك بعض الجهلة، بعض الجهلة أو بعض من يغيب عنه الحق والصواب. لكن أيضا ما نسمي ذلك بدعة، ولا نجيز أن يقال إنه هذا فيه مخالفة للشريعة، بالعكس، بل هو من الأدب وبل هو من السنة النبوية، وفيه أحاديث وردت، منها الحديث المشهور أنه لما جاء وفد عبد القيس إلى المدينة المنورة يعبر عن هذا بعضهم فيقول: فما تمالكنا أنفسنا ورمينا بأنفسنا من رواحلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم نقبل يده ورجله. وألف في ذلك كثير من أهل العلم، منهم الشيخ عبد الله بن الصديق الغماري إعلام النبي بجواز التقبيل، ومنهم كتب في ذلك الشيخ عبد الفتاح أبو غدة، من كبار أساتذتنا ومن كبار المحدثين والعلماء في العالم الإسلامي، وقال بما معناه أنه بالتتبع ظهر له أن النبي صلى الله عليه وسلم قبلوا رأسه الشريفة ويديه وركبتيه ورجليه، كل ذلك حصل من الصحابة رضي الله تعالى عنه. نعم. ولم يكن أحد ينكر على هذا، أو أحد يبدع هذا أو يفسق هذا. نعم. أو أن أحدا يسمي هذه الحركة الأدبية الاحترامية يسميها عبادة، لأن بعضهم يسمي هذه سجدة طورة، سجدة صغرى وركوعا وانحناء، فهذا الكلام في حقيقة كلام ما ينبغي أن يصدر من طالب علم فضلا عن عالم. فتقبيل يد الوالد والأستاذ والمرشد ومن تعتقد أن له عليك فضلا، هذا في الحقيقة أمر مشروع. نعم، ينبغي للإنسان ألا يدعو الناس إلى هذا، هذا من الأمور الواجبة المطلوبة، كما قال ابن الوردي: أنا لا أدعو إلى تقبيل يد، أو أنا لا أرضى بتقبيل يد، قطعها أفضل من تلك القبل. هذا من باب التواضع. نعم. أنه شأنه أنه ما يدعو الناس إلى تقبيل يده، وأنه لا يحثهم على ذلك، لكن إن فعلوها يشكرهم ويدعو لهم. وقد جاء صورة من صور الأدب والتعظيم بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم فيما يروى عن ابن عباس وزيد بن ثابت. أنت تعلم أن ابن عباس من آل البيت، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن زيد بن ثابت من كبار العلماء، كاتب وحي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فركب زيد بن ثابت على دابته وجاء ابن عباس فأمسك بزمامها. هذا غاية الأدب. فقال له: استغفر الله استغفر الله يا ابن عم رسول الله. فقال له:
هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا. أنت عالم وأستاذي وأنا أخذت عنك ورويت عنك، فأنا أعظمك وأحترمك وأرفعك على دابتك وأمسك بزمامها كما يمسك الخادم بزمام دابة سيده أو أستاذه، لا بأس بذلك. فما كان من سيدنا زيد إلا أن أخذ يده فقبلها وقال له وهكذا أمرنا أن نفعل بآل بيت نبينا. ذا احترم ذا لمعنى من المعاني، وهذا احترم هذا لمعنى من المعاني. سيدنا ابن عباس احترمه وأمسك بزمام دابته وأخذ بها وكان كالخادم له، وهو أخذ يده فقبلها وقال له إن هذا من شأننا أن نفعله مع آل بيت نبينا. وفي هذا شواهد كثيرة، منها هذه قصة وفد عبد القيس، ومنها قصة سلمة بن الأكوع. الصحابة قال زرناه فقلنا له أرنا يدك التي بايعت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا فأخرج كفا غليظة فأخذناها فقبلناها. وهكذا عمر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا جابر، وهكذا غيره من الصحابة. فالحاصل أن التقبيل لليد كما قلنا نحن لا ندعو إليه ولا نحث الناس عليه، ولكننا لا ننكره ولا نبدع فاعله ولا نفسقه، بل وإن من يعتقد أن ذلك بدعة أو أن ذلك شركا أو أن ذلك خارجا عن السنة المحمدية فهو دليل على ضيق أفقه وأن أفقه ضيق.